اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حيران إلا دللته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك في هاته الليلة المباركة، أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم إنا نتوسل بين يديك، اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء، اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء، اللهم إنك أنت القوي العزيز، اللهم إنك أنت القوي العزيز، اللهم